بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير عليكم، يا رب تكونوا بخير. احنا النهارده هنشرح لكم طريقه سهله وبسيطه ازاي تعملوا منها البنطلون الجيب الواسع. ودي طريقه القص بتاعته، هو ما بياخدش وقت، بس كل الحكايه اللي هم 5 خطوات. اول حاجه احنا بنقيس الطول بتاعنا اللي احنا عاوزينه كده، بعد كده بنقيس 5 سنتي اللي هو بندخلهم جوه كده زي ما انتوا شايفين كده، 5 سنتي دول، وفي طول 20 زي ما هو كده، بنطلع على ما فيش كده اهو. وبنقص البرسل بقى دول، دي طبقة واحدة يعني احنا طبقتين على بعض بس، ده على الطول اللي احنا عايزينه اللي هو 100 مثلا. وبعد كده بنقيس الوسط لو هو 18 زي ما انت عارفين، بنخلي 19، وبنسيب 2 سنتي اللي هي الساسونة زي ما انت شايفين كده، وبعدين بنسيب 3 سنتي زيادة. وبننزل سقوط 40 سنتي، وبعد ال40 سنتي بناخد ايه دوران كده بسيط، بنقيس في المقاس اللي احنا عاوزينه ده، في المقاس الفخد هنا احنا مثلا بنعملها مثلا 40 عشان يبقى واسع، او 35. وبعد كده ما بنعملها المقاس 40 أو 35 ده، بننزل بيه كله زي بعض، يعني 45 فوق ننزل 45 تحت، 45 45 45 45، 30 نخلي 30 كله، عشان انت عارفين لو استقامة واحدة بتبقى زي الجيبة، لو حد لابسه كده ورجله مضمومة وهو واقف بيبين ان اكنه جيبة، يمشي يبين اكنه بنطلون، بتنزل ستريت زي ما انتوا شايفين كده. سهل جدا خالص، اي حد يعمله هو في البيت كمان كده. احنا قصينا الصدر، الظهر بقى بيتقلب زي ما انتوا شايفين كده، ونحط على الصدر بتاعنا. دي طريقة البنطلون الجيب الواسع بس، يعني البنطلون الاساسي اللي هو بتاع الرجال والحاجات دي ما بتعملش كده. بنقصها زيها يعني، ممكن نسيب واسع بين يعني الصدر مثلا 35، نخلي الظهر مثلا ايه 39 مثلا، 38. بس احنا في البنطلون اللي يجيب الواسع ده انا ما بعملوش، ما بسيبش في الزيادة، الاتنين قد بعض بالظبط. الفرق في الحتة اللي فوق اللي انا خدتها 5 سنتي دي في عرض 20 اللي هي زي بتاعة الجيب دي، ما باخدهاش من الظهر، يعني الظهر احنا لمنا القماشة بتاعته كده بشقها نصين من قدامه خلاص، يا دوب اللي انا بعمله بحطها واخد الحردة بتاع الهانش دي، وبقيس الوسع بتاع الفخدة بتاعنا، وعلى مقاس البنطلون على مقاس الصدر، وعلى كده ما بنقصش منه اي حاجة، بيبقى من قدام قد امال من ورا هنا بيبقى ايه 5 سنتي اللي انا خدتهم في الصدر دول، اللي انا قصتهم اللي هم زي بتوع الجيب دول، مش بقى ما بناخدهمش في الظهر، بنقص من الظهر بنشقه كده وخلاص. بعد كده بنعمل الكمر بتاعه زي ما انت عارفين 10 سنتي، عرضه 10 سنتي يعني بيبقى 4 أو 5، بنجي نقفله بيبقى 4.
زي ما انتوا شايفين كده. من علم الظهر والصدر عشان يبقى باين كده. بقى نخيطه بقى. اول حاجة بنعملها بنجيب الصدر نخيط الحجر بتاعه. هو الصدر بيبقى مقسوم لقطعتين بنمسكهم في بعض من الحجر، وبعد كده الظهر نفس النظام بنقسم بنخيطهم الاتنين مع بعض، وبعد كده بنرجع نخيطه من الحجر من تحت، وبعد كده بنركب القمر. أول حاجة بنعملها الحجر. كده بركب القمر. سهلة بسيطة جدا. القمر ركبه اهو. انا بقيس مقاس الوسط بتاعها. وسطها كان 38. ودلوقتي المقاس 44. فاحنا بنشيل 3 سنت من هنا و3 سنت من هنا، اللي احنا اللي انا قلت لكم احنا بنسيبهم زيادة. وبعد كده جنب بنخيطه كله، والجنب وفي 3 سنت زيادة الجنب اللي قصاده بنخيط من بعد 18 سنت كده لحد تحت، بس بعد برضو ما نسيب 3 سنت زيادة عشان أكفوها هيرجع سست. زي ما انتوا شايفين كده بالظبط.
احنا بنقفل نكون ماسكينهم مع بعض كده. شفت ايدي اللي ماسكه القماش ما بتسيبوش، ايدي الشمال دي مش بتسيبها خالص، عشان لو سابتها هتلاقي القماشة هربت مني. من الحجرة اهو نمسك برضو من عند الوسط، من عند الحجر كده من تحت، الخياطة اللي هي بتاع الهنش دي مع بتاع الصدر، عشان ما يكونش برضو واحد مرحل عن واحد، نمسكهم احنا ونخيط كده عشان نمشي عليه. كل ده السر. نركب السوست بقى، اظن عارفين السوست بقى بتركب ازاي. بص لها من فوق كده هتلاقي التلاتة سنت انا سايبهم فوق اهو. حاجة سهلة وبسيطة اهي، انا بدوس اصلا على السوسته نفسها جنب جنب المجرى بتاع السوسته اللي بتمشي فيها بملي واحد. انا كده الدواسه دي دايسه على السوسته نفسها، انما في ناس ما تعرفش تعملها كده، تيجي تدوس على السوسته تروح دايسه على السوسته نفسها على المجرى دي، ما تقفلش تقف. في دواسات مفرد للحاجات دي. كده يعتبر البنطلون خلص. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واهم حاجة ما تنسوش الاشتراك في القناة عشان يبقى انت اول واحد تشوف الفيديوهات اللي احنا بننزلها. كده السوسترك بتاعي وده كده البنطلون خالص. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وبإذن الله هنكون عند حسن ظنكم، وأي حد طلب مني أي حاجة أعملها له، حتى لو مش عند القماش بتاعها هعملها له، هجيب له قماش وأعمله له عشان برضه كل الناس تستفاد. ده الرجل بتاع البنطلون. اهم حاجه ما تنسوش الاشتراك في القناه عشان في فيديوهات كتير هننزلها لجميع الملابس.
اشترك واول فيديو ينزل انت اول واحد تشوفه، ولو يخصك اكيد هتسمعه احسن ما تشتركش ويفوتك فيديوهات وتقول يا ريتني كنت شفتها. وانتظرونا بالفيديوهات الجديدة. رأيكم حاجة جميلة خالص وفي 10 دقايق خالص. منطلين جيبة وخلص اهون، وتصبح على خير، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. السلام عليكم.